طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. مشيئة الله، محاضرتنا اليوم طبعا كما قلت في أول محاضرة، مقرر الرياضيات التطبيقية Applied Mathematics، حيكون في جزء من المقرر حندرس فيه الـ Theory of Partial Differential Equations and the second part with perturbation methods. يعني حنخذ فكرة عن الـ طبعا الـ الـ العنصرين أو العنوانين، في الحقيقة كليهما يؤخذ في كتاب في مقرر، لكن احنا حنأخذ يعني المهم في الـ Theory of Partial Differential Equations والـ Perturbation Methods. حنحاول نغطي الأشياء الهامة، Perturbation Methods، ممكن اختصرها. طيب، في الحقيقة الـ Perturbation Methods تستخدم، الـ Perturbation Methods are used to approximate لتقريب الحلول solutions لتقريب الحلول of problems للمسائل which والتي تحتوي involve a small parameter، يعني اللي فيها parameter صغير، which involve a small parameter غالبا حرمز له بالرمز often denoted by epsilon. طيب، طبعا احنا نقصد بالابسلون، نقصد فيه حنقول تو سي ابسلون از اسمول، تو از اسمول، المقصود فيه means that بقيمته its magnitude is small طبعا احنا نقصد فيه يعني نقصد بكلمة صغير في القيمة لهذا الإبسلون، حنقول is much less than one is much يعني صغير برة less than one. مثلا example epsilon equals 0.1.02 10 إلى آخره. فهذا ما نقصد بكلمة إبسلون. طيب، حنستخدم هذا الرمز في الحقيقة، حنواجهه اللي هو نقول إيه، إبسلون أصغر بكثير من الواحد. طبعا احنا نعني طبعا الابسلون عندي بوزيتيف، ونعني بهذه العبارة
هذه العبارة في الحقيقة تعني أن إبسلون implies that إبسلون is positive والإبسلون أصغر بكثير من واحد وأكبر من الإيه؟ من الصفر. طبعا إذا خشينا أن الإبسلون ممكن تكون نيجاتيف فحنروح نكتب إيه؟ حنكتب بهذا الشكل، حنقول إبسلون أقل من واحد is اف. طبعا حنكتب في هذه الحاله اذا كان الابسلون ممكن تكون سالب، حنكتب بهذه الحاله حنقول اف ابسلون لو كان مسموح لها ان تكون سالبه is allowed to be negative. هنا اذا كانت بوزيتيف، وهنا اذا كان ممكن تكون ايه، اذا كانت ممكن ان تكون ايه، ممكن ان تكون ب نيجاتيف. امثله بسيطه قبل ما نخش في الحلول. examples كم واحد مثلا تقريب جذر المعادلة أو تقريب approximate the root of this equation epsilon x cube plus 2 plus x square. مثلا هذه معادلة جبرية، ممكن تكون ايه معادلة تفاضلية، ايبسلون اكس برايم ايكوالز اكس بلس واي و اكس اوف زيرو ايكوالز اي و سيستم اوف تو كويشنز اكس بلس ايبسلون واي سكوير. أو ممكن تكون معادلة واحدة مثل معادلة النون لينير سبرينج ل ام اكس برايم دبل اكس برايم كي اكس زائد ابسلون اكس كيوب اكوال زيرو و اكس اوف زيرو اكوال 1 و اكس برايم اوف زيرو. طبعا هذه معادلة شهيرة اللي هي الويكلي النون لينير سبرينج وأمثلة كثيرة. طبعا البارامترات هذه في الحقيقة هي تظهر في المسائل أو الموديلات الفيزيائية الكيميائية البيولوجية السمول بارامترز appear in many physical and biological models. يعني كل موجودة في هذه الموديلات ونحتاج إيه؟ ونحتاج نحل أو نوجد الحل ل لهذه الموديلات. لدي موديل فيزيائي، موديل كيميائي، أي موديل مثل ظاهرة معينة. ويصعب احيانا نواجه مشاكل في الحل سواء في الاكزاكت سوليوشن او في النومريكال سوليوشن، وبالتالي نحتاج الى ما يسمى البرتربيشن ثيوري. طيب حنقول امتى نستطيع نطبق البرتربيشن ميثودز، متى نستطيع تطبيق
او امتى البرتربيشن ميثودز ابليكابل. طبعا حتقول حتكون ابليكابل يعني قابله للتطبيق، او حنقول ابليكابل ابليكابل قابله للتطبيق اونلي اف اف ذا. لو كان عندي في اشياء لو كانت المسألة اللي احنا عاوزين ايه نشتغلها of the problem قابل للحل is solvable when epsilon تساوي zero. يعني عندما تكون، يعني لما اروح اضع epsilon zero والمسألة قابلة للحل، فبالتالي ايه نستطيع نطبق البرتربيشن ميثود مثل الأمثلة السابقة. يعني حطوا أبسلوم بزيرو في الأمثلة السابقة as in the above examples، أو في الأمثلة التي في الصفحة السابقة. طيب إحنا حنبدأ بالتدريج، حنبدأ ب البولينومات، أو حنبدأ ب بالبولي نوميالز، وبعدين حننطلق إلى المعادلات التفاضلية التي هي هدفنا في هذا المقرر. يعني هي الفكرة ابتداء من المعادلات الجبرية التي بالشكل الثالي. مثلا عندي example approximate، مطلوب نحن ايه نقرب approximate the roots of x square plus epsilon x minus 1 equals 0 و epsilon اقل من 1. اعدي معادلة جبرية. طبعا احنا اخذنا معادله نستطيع نوجد الاكزاكت سوليوشن لها عشان نقارن الحل التقريبي مع الاكزاكت سوليوشن. هذا مهم جدا. احنا في الغالب لما نريد ندرس طريقه او ميثود نبدا نطبقها على معادله حلها موجود عندنا، بحيث نستطيع نتأكد أو نعمل تيست لهذه الطريقة. فهذه معادلة جبرية عادية جدا كلنا نستطيع نوجد حلها. الإكزاكت روتس حتعطى بالشكل التالي. أروح أحلها باستخدام أي طريقة، القانون العام ولا التحليل، حيدي لي الناتج. حيبقى عندي X يساوي ماينس إبسلون على 2 أو زائد أو ناقص الجذر التربيعي لواحد زائدا إبسلون تربيع على 4. هذا في الحقيقة الحل الفعلي الحقيقي الإكزاكت. يعني لو حليت هذه المعادلة حيبقى حلها بهذا الشكل. طيب احنا نستطيع نعمل تايلور اكسباند ان باور اوف ابسلون، بحيث حنفك هذا الجذر. طيب احنا لو رجعنا للتايلور اكسباند ان باورز of epsilon، عندي الجذر التربيعي اللي واحد زائد t، او حكتبها بهذا الشكل واحد زائد t اس نص، واروح اوجد تيلور لهذا الجذر. حيبقى بهذا الشكل. مثل اول حد عندي واحد، يعني حنوجد مفكوك هذا الجذر. حيبقى واحد زائد
تي على 2 زائد، هطبق هذا هنا، أجل أفك هذا المقدار. طبعا هذا القانون أو يعني نفس هذا الشكل، فقط حسبت له، حسبت له تي بإبسلون على 4. يعني راح أخذ التي واستبدلها بإيه؟ بإبسلون على 4، أحصل على الجذرين. طبعا حيكون في عندي جذرين بلس أور ماينس، حيبقى بالشكل الآتي. حيبقى الجذر الأول إكس يساوي ماينس إبسلون على 2، هذا كما هو، و حيبقى عندي الجذر الأول اللي هو بلس، والجذر الثاني اللي هو ماينس، وحسب دل كل تي بإبسلون تربيع، عندي 1 زائد، حسب دل هنا التي بإبسلون بإبسلون تربيع على 4، وعندي هنا تحت 2، حسب دل بإبسلون تربيع على 4، حيبقى إبسلون تربيع على 8، حيبقى بلس إبسلون 1، ماشي، خلوني أكتبها أهو، إبسلون تربيع على 4 قسمة 2، أو إكس يساوي سالب إبسلون على 2، وخشش هنا الإشارة، حيبقى عندي زائد أو ناقص 1، وبعد هنا زائد أو ناقص، ويصير عندي بهذا الشكل إبسلون تربيع على 8. بالتالي هذا الإيه؟ هذا الإكزاكت سوليوشن، الإكزاكت سوليوشن عملنا له إيه؟ تايلور اكسباند. طبعا عشان نقارن بعد كذا لما نحسب الايه التقريبات نشوف الحدود اللي معنا ونقارنها مع الجذور اللي حنحسبها بطريقه البرتربيشن ميثود. فهنا عندي واضح الجذر الاول اهو اكس 1 حيبقى 1 ماينس ابسلون على 2 زائد ابسلون تربيع على 8، والجذر الثاني the second root سالب 1، راح اخذ هنا وارتب الايه الابسلون بهذا الشكل، حيبقى ابسلون على 2 ماينس ابسلون تربيع على 8، وهكذا. طيب هذا بالمثال اوجدنا الروتس الاكزاكت روتس، و عملنا تايلور او قدر مفكوك تايلور للجذر التربيع اللي موجود عندي. الان نشوف بطريقه البرتربيشن ميثود اللي حنتعلمها اليوم. طبعا البرتربيشن ميثود حنقول ايه؟ نقول اسيوم ذات، افترض ان اكس كان بي اكسباندد، حنفترض ان الاكس نستطيع ننشرها او نفكها expanded in powers of epsilon. افترض ان نستطيع افك او انشر الاكس في قوة epsilon، يعني كقوة epsilon، ونكتب بهذا الشكل and رايت حتبقى اكس في هذا الشكل اكس ايكوالز اكس نوت زائدا ابسلون اكس 1 زائدا ابسلون تربيع اكس 2، ونحسب الايه نحسب الاكس نوت الاكس 1 الاكس 2 وهكذا. طيب اللي حنعمله بالضبط ايه؟ حروح واخذ الاكس هنا واعوضها في المعادله الجبريه اللي احنا ايه نريد نوجد الجذور التقريبيه لها. راح اعوض هنا تعويض عادي، اربع واضرب في ابسلون، بعد كذا اجمع معاملات ابسلون صفر، ابسلون واحد، ابسلون 2 وهكذا. طيب اذا حنقول ايه؟ then نضع هذه القيمة plug the expansion the expansion
انتم the equation هذا الاكس في المعادلة، وبعد كده نبدأ نحسب، وبعد كده حنقول and successively determine، أو بشكل متعاقب حنحسب الايه successively determine x not x1 x2 وهكذا. طبعا هحسب الى حد ما احصل على دقه معينه، لحد دقه معينه. طبعا احنا باستخدام الكمبيوتر نستطيع عمل هذه العمليات الحسابيه بكل سهوله، ونحسب ايه ونحسب اكس 10 اكسات كثيره، يعني ما فيش مشكله. لكن احنا يدويا حنبدا نحسب لحد حد معين، او حنقول انتل الى حد لحد ما نحصل على الدقه المطلوبه، the desired accuracy is achieved، لحد ما نحصل على الدقة المطلوبة. طيب نبدأ الآن بالتعويض. هروح كاتب المعادلة. Now we write the equation x square plus x minus 1، ونروح نعوض. هشيل الاكس واحط بداله ايه اكس نوت بلس ابسلون اكس 1 زائدا ابسلون سكوير اكس 2 وهكذا. طبعا احيانا احنا في المساله او في المثال نحدد لحد اوردر معين المطلوب، يعني نقول مثلا لحد اوردر ابسلون سكوير ابسلون تكعيب وهكذا تربيع زائد ابسلون، واكتب نفس التعويضة اكس نوت ابسلون اكس 1 ابسلون تربيع اكس 2 وهكذا. ماينس 1 يساوي 0. كتبنا المعادلة. طبعا نحاول نفهمها في حالة البولينوميال، وبعد كده حنفهمها في حالة المعادلات الديفرنشال ايكويشن. في الديفرنشال ايكويشن لما نعوض عن اكس حنروح نشتق هنا حنربع نكعب الى اخره. طيب وبالتالي احنا لدينا عمليه حسابيه عاديه جدا. المطلوب طبعا المطلوب مننا اربع، مثلا هنا حربع حيبقى اكس نوت تربيع ابسلون واحد اكس تربيع الأول في الثاني في اثنين وهكذا. وبعد كذا أروح للحد هذا، هروح ضاربه في إكس نوت. طيب بالتالي أحصل على هذه العمليات، تستطيع تحسبوها بكل سهولة، أو مثلا إكس تربيع زائدا إبسلون تربيع إكس واحد تربيع زائد اثنين ابسلون اكس نوت اكس 1 زائد اثنين ابسلون تربيع اكس نوت اكس 2 وهكذا، زائد الحد اللي هنا هيبقى ابسلون اكس نوت زائد ابسلون تربيع في اكس واحد ماينس 1. معادلة جبرية عوضنا فيها. الآن حنعمل ايه؟ طبعا لاحظوا هنا احنا اهملنا اي حاجة فيها ابسلون تكعيب اهملناها. تعال انا عندي ابسلون صغيره جدا، فلما كعبه لما تبقى اس 4 اس 5 خلاص حيبقى مهمل. فانا حقول عاوزين هنا من الاوردر ابسلون تكعيب، يعني بمعنى
حنهمل اهو اجنور ابسلون تكعيب، يعني بمعنى الحدود اللي فيها ابسلون تكعيب حنهملها. برضه السمول تيرمز، يعني الحدود الصغيرة برضه، لما يبقى عندي اكس نوت في اكس واحد في اكس اثنين في اكس ثلاثة، خلاص في هذه الحالة ومضروبة في ابسلون حنهملها. بالتالي اللي حيتبقى لي حروح اشوف هنا الحدود اللي ما فيهاش ابسلون، ليست مضروبة في ابسلون، يعني الباور للابسلون زيرو، اجمعها مع بعض حتديني ايه؟ اكس نوت تربيع ماينس 1 زائد، وراح اشوف الحدود المضروبه في ابسلون من اوردر ابسلون. راح مثلا اشوف هنا عندي هي عندي مثلا 2 اكس نوت اكس 1، 2 اكس نوت اكس 1، اروح اشوف كذا عندي هنا ايه اكس نوت، وبعد اشوف الحدود اللي ايه الحدود اللي مضروبه فيها ابسلون تربيع او اكس 1 تربيع، بعد هنا 2 اكس نوت اكس 2 زائد، برضه هنا عندي ايه اكس 1. طبعا زائد ايه الحدود اللي اهملناها زائد الحدود، لان احنا قلنا اجنور ابسلون تكعيب، فالابسلون تكعيب من حد ايه حتبقى مهمله. طيب وبعد كذا ايه الخطوه التي تليها، حنقول ايه حنقول حنساوي، اروح اخذ الكوفيشنت للابسلون هذا المقدار، هذا في الحقيقه هو ابسلون تو ذا باور زيرو ساوي بالصفر، وهذا ساوي بالصفر، وهذا ساوي بالصفر. بنفس الفكره لما كنا ايه في لما درسنا المتسلسلات كانت نفس الفكره، أو عندما كنا ندرس الكسور الجزئية كنا إيه؟ لما نريد نحسب الجذور كنا نساوي الكوفيشنت. إذا حقول هنا إيه إكويت وبمساواة إكويت the coefficient of each power the coefficient each power of epsilon to zero. إذا حنساوي المعاملات لكل epsilon بالزيرو ليه حتى نحصل على to determine x naught x1 x2. طيب حيتم كما يلي، طب حنبدا بالايه؟ حنبدا بالليدنج اوردر، هذا نسميه الليدنج اوردر. طبعا الليدنج اوردر هو بالحقيقه لما نضع في المعادله بابسلون بزيرو هو يسمى الليدنج اوردر، لما نحط في المعادله الاصليه الابسلون بزيرو هو يعطيني ما يسمى بحد الليدنج اوردر. حنقول الليدنج اوردر approximation هو يوافق correspond to epsilon zero يعني لو حطيت في المعادلة الأصلية epsilon zero هيجيب لي الايه؟ هيجيب لي ميدنج اوردر ابروكسيميشن اللي هو في الحقيقه اكس سكوير ماينس 1 ايكوالز 0، اللي في الحقيقه احنا نقول عليه الكوفيشنت اوف ابسلون تو ذا باور 0. واحل هذه المعادله حل عادي جدا، هدي لي ايه؟ اكس نوت ايكوالز بلس اور ماينس 1.
إذن أول إكسنوت، أول حد حسبناه للإكسنوت. طيب بعدين راح أخذ إيه الكوفيشنتس أوف إبسلون، هذا المقدار، وأساويه بالصفر. طبعا قد حسبت في الخطوة اللي قبلها الإكسنوت، أعوض هنا على الإكسنوت تحصل على الإكس 1. طبعا معامل الكوفيشنتس أوف إبسلون هنطلق عليه First Order Correction، هنطلق عليه First Order Correction، يعني هيبقى بهذا الشكل. هروح أخذ معامل إبسلون اللي هو إيه؟ 2 إكس نوت إكس 1 بلاس إكس نوت إيكوال 0، اللي هو في الحقيقة الأوردر لإبسلون، إبسلون 1، يعني هذا المقدار هو الكوفيشنت أو معامل إيه؟ إبسلون. طيب أنا إكس نوت حسبتها في الخطوة السابقة، بالتالي أروح أعوض هنا أعوض عن إكس نوت ببلاس 1، حيبقى عندي هنا 2 إكس 1 بلاس 1 يساوي 0، ومنها إكس 1 يساوي سالب نص. طيب المعامل إبسلون تربيع، معامل إبسلون تربيع حنسميه Second Order Correction، Second Order Correction اللي هو إيه؟ X1 تربيع بلاس 2 X0 X1 or X2 بلاس x1 equals 0، وعوض هنا عن x0 وعن x1. طبعا هذا ايه؟ معامل ابسلون تربيع. حروح معوض هنا x1 اللي حتبقى بكام؟ بربع، زائدا 2 في x0 اللي عندي ايه؟ بلاس or minus 1 في x2 minus نص equal 0. من هنا نستطيع حساب x2، و x2 في الحقيقة حتعطيني plus or minus 1، وبالتالي أكون حسبت الجذور المطلوبة اللي أنا عاوزها x0 وx1 وx2. إذا حقول then x، هذا x اللي فرضناه قلنا هو عبارة عن إيه؟ x0 زائد epsilon x1 زائد epsilon تربيع x2 وهكذا. طبعا قلنا خلاص نحدد الثلاثة الأوردر، الباور ثلاثة أهملنا، neglect أو ignore. طيب عوض الآن تعويض مباشر، إذا إكس تبعنا، أروح وآخذ كل الإكس نوت اللي هي بإيه؟ بلاس أور ماينس 1، و عندي الإكس 1 بسالب نص، وعندي إكس 2 بلاس أور ماينس إبسلون تربيع على، يعني حشيل الإكس 2 وحط بدلها إيه؟ إذن هذه إكس، هذه إكس المطلوبة أو الأبروكسيميت روت لمسألتنا اللي حتكون بهذا الشكل. طبعا إحنا لما نرجع خلوني ارجع للصفحات الاولى نشوف مع بعض ايش كنا كاتبين في اول صفحه تقريبا او ثاني صفحه.
رابع صفحة. طيب لو رجعنا للرابع صفحة حلاحظ بصوا معاي هنا، عندما حسبنا الإكزاكت روت حصلنا على هذه النتيجة، أو ماينس إبسلون على 2 زائد أو ناقص 1 زائد أو ناقص إبسلون. لو جيت أقارن هنا الحدود الحدود أهي حيبقى ماينس إبسلون على 2 زائد أو ناقص 1. لو قارنا هذا الابروكسيميت باستخدام الايه؟ باستخدام البرتربيشن ثيرو. عندي ماينس ابسلون على 2 اهم ماينس ابسلون على 2، وعندي هنا ايه؟ بلس اور ماينس 1 اهي، وبلس اور ماينس ابسلون تربيع على 8. اذا في عندي ايه؟ الاجريمنت بتوين ذا اكزاكت روت اند ذا ابروكسيميت روت. إذن النتيجة هنا حنقول بالتالي النتيجة التي حصلنا عليها تتفق مع، إذن حنقول هذا الجذر اللي حصلنا عليه الجذر التقريبي يتفق مع أو يتفق agrees with the Taylor expansion. Of the exact solution. في الحقيقة هذا أسلوب بالنسبة أحيانا عندي موجود الـ exact solution وعندي الـ approximate solution، فأنا أروح يعني في الغالب نحن نوجد الخطأ، مقدار الخطأ بين الإكزاكت والأبروكسيميت، لكن برضه في أسلوب جيد نحن نوجد التايلور إكسبانشن للإكزاكت ونشوف الحد الأول، لأن إحنا لما نحسب التقريبات ما نحسبش كل التقريبات، فمثلا نحسب التقريب الأول، التقريب الثاني، التقريب الثالث. فأنا لما أوجد التايلور إكسبانشن للإكزاكت سوليوشن حيكون في الحد الأول، الحد الثاني، الحد الثالث. فهذه الحدود اروح اقارنها مع التقريب الاول في الابروكسيميت، والحد الثاني في التايلور اقارنها مع التقريب الثاني، والحد الثالث للتايلور اكسبانشن اقارنها مع التقريب الثالث، وهكذا. وهذا اسلوب جيد يعني عشان ايه؟ نعرف برضو احنا ان احنا ماشيين بشكل صحيح ام لا. طيب طبعا احنا نستطيع الابسلون، احنا قلنا حناخذها صغيره جدا، نستطيع نعمل بعض المقارنات. مثلا حنروح نشوف الابروكسيميت سوليوشن الاكس 1، نحط ابسلون مثلا 0.1، ونروح نحسب مقدار الخطأ مع الإكزاكت سوليوشن. طبعا عندي أنواع الأخطاء كما درسنا في السابق، اللي هو الخطأ المطلق، الخطأ النسبي، أكثر من نوع. فمثلا لو أخذنا إكس واحد، لو أخذنا x واحد اللي هو a1 ماينس إبسلون على 2 بلس إبسلون تربيع على 8، وحطينا إيه؟ حنقول مثلا ست إبسلون، حنأخذها صغيرة، طبعا كل ما كانت إبسلون صغيرة كان أفضل. أعوض التعويض مباشر وأحسب، نحسب نجمع هنا، هيدي لي x1 تساوي 0.95124 92. طبعا ليس بالضرورة ان نكتب كل هذه الارقام، يعني ممكن لحد معين.
2501. طيب مثلا ورحت ايه؟ ورحت عندي هنا الحدود او ابسلون، ورحنا ناخذ ايه؟ الاكس نوت اللي حسبناه، ونقارنه مع الابروكسيميت اللي هنا. اذا حنقول هنا الابروكسيميشن اوف اكس 1، وهنا حنقول الابسوليوت الخطأ المطلق، الابسوليوت ايرور. فعندي الابروكسيميشن اوف بي 1، ونحسب مقدار الخطأ المطلق اللي حيعطيني، يعني دي حسابات جيد، يعني احنا نحسب الحسابات ونحاول نعمل بعض الرسومات. يعني افترض ان احنا ايه نستخدم بعض البرامج الجاهزة مثل ماثماتيكا او ماتلاب او غيرها رسم الحلول ورسم الخطأ، وهذا يفيد احنا كثير في الحقيقة، يعني بحيث نتعلم تولز معين، وبرضه نشوف الدنيا ماشية ازاي اثناء. طيب لكن في الحقيقة التعويض السابق احيانا يفشل، يكون في مشاكل عندي، يعني التعويض السابق احيانا تفشل او التقريب السابق. حنخذ مثال، طبعا في معالجات طبعا بسبب الفشل لهذه هذا الاسلوب اللي بدأنا فيه، نتجت طرق كثيرة، حندرس بعضها ان شاء الله اهم الطرق. بالتالي حنقول هنا ذا اباف الطريقة السابقة، ذا اباف approximation or approach ممكن ايه يفشل، may fail. طيب نوضح هذا الكلام، مثلا عندي example، يعني احنا ايه لما عملنا expansion او التقريب قلنا ايه حنقرب بدلاله الباور اوف ابسلون، يعني ابسلون ابسلون تربيع ابسلون تكعيب. هل يظل هذا الكلام صحيح في كل مسائلنا؟ نشوف مع بعض. مثلا عندي هنا 1 ماينس ابسلون اكس سكوير ماينس 2 اكس بلس 1 يساوي 0، والابسلون اقل من 1. فنفرض الفرض السابق اهو x equals x naught plus x1 plus x2 وهكذا، ونعوض في المعادلة 1 minus epsilon، حروح أشيل إيه؟ حيبقى x naught epsilon x1 epsilon تربيع x2 وهكذا minus 2 في x naught بلاس إبسلون إكس 1 بلاس 1، وبنفس الكيفية السابقة حفك هنا وجمع الحدود اللي هي مرفوعة، الحدود اللي ما مضروبة في الإبسلون تو ذا باور 0 حتكون إيه؟ اللي هي الليدنج تيرم. خلاص احنا عرفنا الان هذا المقدار هو الليدنج تيرم ماينس نوت بلس 1، والحدود المضروبه اهي في ابسلون هتبقى ايه 2 اكس نوت اكس 1. طبعا ننتبه اثناء الفك لو راح علينا حد ممكن المساله تبقى خطا، واحيانا ممكن المساله تبقى اصعب بشكل اكبر لو فقدنا بعض الحدود. خلاص حيبقى في عندنا إما المسألة حتتعقد أو مؤكد إنه حتبقى المسألة خطأ. حنأخذ مثلا لحد إيه؟
حد الاوردر ابسلون. طيب نشوف الليدنج اوردر. هذا الليدنج اوردر اللي هو عباره عن الكوفيشنتس اوف ابسلون تو ذا باور 0. اذا حنبدا بالليدنج اوردر، نقول الليدنج اوردر اللي هو اكس نوت تربيع ماينس 2 اكس نوت بلس 1. ونجد حل هذه المعادله. طبعا هذه المعادله حيكون في عندي جذر دبل روت هنا، حيبقى اكس نوت ماينس 1 الكل التربيع يساوي 0، ومنه الاكس نوت تساوي 1، حيبقى عندي ايه دبل روت. دبل روت. طيب نشوف برضه الفيرست اوردر اللي معامل الابسلون تو ذا باور 1 اللي هي ايه 2 اكس نوت في اكس 1 ماينس اكس نوت تربيع ماينس 2 اكس 1 ايكوالز 0. طبعا حنعوض هنا الاكس نوت ب 1 ونحسب له الاكس 1، يبقى 2 اكس 1 ماينس 1 ماينس 2 اكس 1 يساوي 0. هلاحظ المقدار ذا يروح مع المقدار ذا، يبقى سالب 1 يساوي 0. طبعا السالب 1 لا تساوي 0، وبالتالي هنا وصلنا الى تعارض. يعني هنا الان المشكله، يعني التعويضة السابقة التي استخدمناها الاكسبانشن للاكس غير مناسبة، إذا حنقول هذا كونتراديكشن. طيب طبعا في هذه الحالة لابد نعمل ايه؟ طبعا احنا حنفسر هذه المشكلة، يعني ليش وصلنا إلى هذا التعارض؟ بالتالي الاكسبنشن السابق حنقول ايه فشل. في بعض الكتب يسموه ايه ذا نايف اكسبنشن، ذا نايف اكسبنشن يفشل فايلز. طيب تفسير هذا الكلام، طبعا احنا عندنا المعادله بسيطه، نستطيع ان احنا ايه نحسب الاكزاكت سوليوشن لها. الاكزاكت سوليوشن ل او الاكزاكت روتس، لان معادله جبريه، الاكزاكت روتس ار جيفن باي اكس ايكوالز 1 زائد او ناقص جذر ابسلون على 1 ماينس ابسلون. هذا ليه؟ الاكزاكت روتس. طيب وبالتالي الاكزاكت روتس ما نستطيع نعمل لها اكسبانشن ان باور اوف ابسلون. اذا حنقول ذا اكزاكت روتس نفسها، ذا اكزاكت روتس كانت بي اكسباندد ان باورز اوف ابسلون. يعني من هنا المشكله، ان احنا الاكزاكت ما نستطيعش ان احنا نفكها او ننشرها كباورز اوف روتس. نقول the exact roots cannot expanded cannot be expanded، ما نستطيعش ننشرها in power of epsilon. طيب ايش اللي حعمله بالضبط؟ اهو حروح واخذ المقام، حاخذ المقام. انا عندي في المقام موجود هذه القيمه، اي 1 على 1 ماينس ابسلون. احنا نستطيع، عارفين احنا مفكوك هذه القيمه في الحقيقه، لو فاكرينها درسناها زمان، هي عبارة عن summation of geometric series، عبارة عن summation للجيومتريك سيريز ومفكوكها اللي هي 1
بلاس ابسلون بلاس ابسلون تربيع وهكذا. طبعا لو كانت زائد حنبقى مرة ناقص مرة زائد. احنا اخذنا هذه المتسلسلة الهندسية لما درسناها في المتسلسلات، اوجدنا ايه، قلنا انها متسلسلة متقاربة، واوجدنا مجموعها اللي هي واحد ماينس ابسلون. طيب بالتالي انا حروح للجذور تبعي، اهو حيبقى اكس يساوي واحد بلاس او ماينس جذر ابسلون، والكسر هذا اروح ايه اوجد مفكوكه، او الكسر هذا نوجد ايه الاكسباند او الاكسبانشن فور ذيس 1 اوفر، حيبقى اي 1 بلس ابسلون بلس ابسلون تربيع وهكذا. واخشش هذا المقدار، بالتالي الاكس حتصبح واحد زائد واحد زائد او ناقص حضرب واحد جذر ابسلون، وبعدين اروح اضرب ابسلون في واحد وهكذا. وبالتالي المفكوك هنا الاكسبانشن اللي حصلنا عليه هنا ليس باور اوف ابسلون، يعني ابسلون ابسلون تربيع ابسلون تكعيب، لا، حيبقى في عندي هنا جذر ابسلون. طبعا هذا يعطي لي ايحاء ان انا ايه هذا يعني باستخدام الاكزاكت، هذا يعطي لي ايحاء كيف افرض الاكس في باستخدام البرتربيشن ثيرم. إذن حنقول هذا يعطيني حنقول I need to expand X as، يعني هذا حيجعلني أعمل expand للX بالشكل التالي، حتبقى عندي أهو X equals X naught زائد حيبقى إبسلون أس نص X واحد زائد إبسلون X2 زائد إبسلون أس ثلاثة أنصاص X3 وهكذا. طيب طبعا احنا في مسألتنا هنا we have an exact solution، و استطعنا ايه according to the exact solution we can expand X like this، يعني باستخدام معلوماتنا في الإكزاكت سوليوشن استطعنا نستنتج أن الإكسبانشن للإكس حتكون بهذا الشكل. طيب هي المشكلة إيه؟ حنواجه مشكلة. ما هي المشكلة؟ طيب فرضا الـ إحنا مش عارفين الإكزاكت سوليوشن أو الإكزاكت روتس، وهذا المهم جدا. أما لو الإكزاكت موجود خلاص يعني ما الداعي لحل المسألة. لكن احنا الاكزاكت روتس او الاكزاكت سوليوشن نستفيد منها في حالته لما نريد نعمل تيست للطريقه، نريد نتاكد من التقريب اللي اشتغلناه. احيانا نبدا بهذه الامثله بحيث نتحقق بالفعل انه الطريقه اللي معنا اكيوريت دقيقه. لكن المشكله حنقول ايه، حنقول طيب امال لو كان اف the exact roots are لو كانت ايه ان لو كانت unknown، طب لو كانت ال exact roots are unknown، السؤال هنقول ايه how do we know، هنقول ايه how how do we know to expand X in powers of epsilon. يعني حنقول لو كانت الإكزاكت غير موجودة كيف كنا سنعرف أن المفكوك X أو منشور X حيكون إيه؟ in bounds of gather epsilon. طبعاً في حل هذه الإشكالية أن احنا حنفرض إيه؟ حنفرض
جنرال اكسبانشن. اذا في هذه الحاله حنقول ايه؟ في هذه الحاله حنقول تراي، حنحاول عمل تراي امور جنرال، جنرال ايه؟ اكسبانشن. يعني حنعمل ايه؟ جنرال اكسبانشن حيكون بالشكل التالي، حتبقى اكس تساوي اكس نوت زائد، مش حقول ابسلون، حسبي حقول دلتا 1 اوف ابسلون، هي داله. انا مش عارف ايش تكون الايه، ايش تكون هذه القيمه في اكس 1 زائد دلتا 2 ابسلون اكس 2 وهكذا. وير حفترض الدلتا 1 أقل من واحد، وحفترض برضو دلتا اي بلاس 1 أقل من الدلتا اللي قبلها. افترض أن الدلتا اي بلاس 1 يعني دلتا 2 أقل بكثير من الدلتا اي، وهذه الدلتا برضو حفرضها أنها تؤول إلى الصفر، as epsilon تؤول إلى الصفر، و الاكس اي احفرضها برضو انها لا تصف. اذا باستخدام هذا الاكسبانشن وهذه الشروط حنوجد ايه؟ حنوجد، حنخذ ان شاء الله في المحاضره القادمه مثال على هذه الحاله. طبعا الدلتا هذه في الحقيقه تسمى اما سكيلينج فانكشن او جيج فانكشن. ذا تسمى او يطلق عليها ار are called gag function or او حنطلق عليه scaling function. نقول ونستطيع نحددها، نقول and determined and are to be determined as a part of the of the solution process. حنخذ ان شاء الله هذا المثال ونحاول نوضح how to find delta epsilon بحيث تحقق لي الشروط السابقة. اكتفي بهذا القدر وان شاء الله نكمل في المحاضرة القادمة.